وكان بطيء في بدايه الماتش، بيقول لك تبقى عادل برضو على اللعيبه. الملعب كان ضيق والارض مش كويسه، من تحت الارض هي النجيله عاليه وتحت الارض كلها مطبقات بمعنى، فكانت بتاثر. ما اللعيبه بدات تعود وكده، وبدات عملوا اللي احنا بنتمرن عليه واللي احنا بنمشي عليه، نمسك كوره ونتحكم في الكوره ونتحكم في الايقاع اللعب. فدي هي السبات اللي هي بدات البطء شويه التسليم. From one game to the next. ما يكون في ماتشات ورا بعض زي كده بيبقى طبعا بيبقى كمدرب وما عنده العناصر بتاعته، فبيبقى في اختيارات، وكل ماتش له ظروفه وله الخطه بتاعته وله لعيبته. بيقول لك فرقه افريقيا الوسطى، بيقول لك انت عارف ان لما بيروح يلعبوا في اثيوبيا اي حد بيروح اثيوبيا صعب. بيقول لك فرقه دلوقتي هو شافها وشاف ماتشات قديمه كان مع المغرب وكده، بيقول لك هم فرقه عنيده جدا، فبيقول لك لازم تحترمها. وانك تخسر في اثيوبيا مش معنى، لان طبعا فوق سطح الارض والكلام ده وفي عوامل كتير، فان انا كده ان هم فرقه سهله واحترمها ويقدرها، وهم فرقه قويه جدا والماتش له اعتباره يعني. مش when you look around the world oftentimes you see that بص حالك العالم كله، كل الفرق بتعتمد على 14 15 لعيب. بقول لك ال 14 15 لعيب كل ماتش له ظروفه له الخطه اللي هتلعب فيها، وما بتعتمدش على كمان ان حاله اللعيبه كمان اللي هي الصحيه وحاله الخصم بتاعك هتلعبه ازاي. بقول لك دي حاجه كويسه، هو في قرارات بياخدها صعبه جدا، الواحد مثلا لعب ماتش كويس فلازم يقعد الماتش الجاي متلاطم، في قرارات صعبه بياخدها، بس ده كلها حاجات كويسه صالح الفرقه. In a national team, في المنتخب واللعيبة عندك منتخب بتقيم اللعيبة بأدائها في الملعب، في أدائها في التمرين، في أدائها في الماتشات. في نفس الوقت بعد المعسكر بيخلص اللعيبة بتروح النادي بتاعها بتشوفه، فبيقول لك ما فيش حاجة دلوقتي إن اللعيب يبقى فيه ضمان 100% إنه في المنتخب بيشوف أدائه جوه المنتخب وبره المنتخب. سواء لحد دلوقتي ماشي وراضي وبيشوف اللعيبة اللي معاه هتروح النادي هتعمل إيه، والمستوى هو اللي بيحدد مين اللي بيتاخد من المنتخب. I've always talked about the fact that ودلوقتي كل تركيزه وهو يكون متعايد مع حد، كل تركيزه دلوقتي متصب على منتخب مصر، وما فيش اي اهم حاجه عنده في منتخب مصر دلوقتي. ممكن بعد كده بعد ان شاء الله ان احنا بنبدا فرقه جديده وبنبني فرقه جديده لمصر، فبعد كده ممكن، انما دلوقتي كل تركيزه في منتخب مصر وما فيش حاجه لمنتخب مصر. There's been so many reports of اسماء كتير طرحت واسماء كتير هو بيسمعها كلها في الجرايد وكلها من الريبورت هنا الجراند ده بيقول كده ده موقع ده بيقول لك ده بيقول لك الاخر هو كابتن هاني رمزي اللي هيحدد هو اللي الثلاثه اللي هيفيدوا في الاولمبياد هو اللي يختارهم فدي بتاعته هو احنا لحد شهر 30/6 هو يختار الثلاثه اللي هو عايزهم هيفيدوا في We all enjoy watching the game كلنا بنتمتع نتفرج على التوت اوروبا وبيقول لك احنا كنا في غينيا كنا بره صاله العشاء كان في التلفزيون وكل بعد ما نتعشى كنا نقعد نتفرج على الماتش نتكلم في الماتش بقول لك شيء كويسه بقول لك طبعا انت عارف ان الكره في اوروبا دلوقتي عالم مستوى عالي جدا بمنتهى الصراحه عجبني جدا الراجل ده برادلي واضح ان هو فاهم الفكر حتى يعني بيختلف عن المنظومة المصرية في حاجات كتير قوي ما عندوش شماعات ما بيعلقش أسباب الراجل ما بيشتكيش بيقول الكابتن هاني رمزي عايزه ياخده ما فيش أدنى مشكلة ما بيحبش